يشبث عبد الرحمن طالب العلوم الفيزيائية المتفوق بأنه ضحية خلط لنقط مادة الرياضيات لامتحان البكالوريا، خصوصا بعد قيام المصالح المعنية للأكاديمية الجهوية لجهة مكناس تافيلالت بتدارك نقطة زميلة بنفس القسم. عيطوا لبابا بالليل قالوا ليه راه بصح بنتك كانت جايبة 18، جيب لنا الباك القديم ديالها وغادي نصحوا لكم ونعطيوك باك جديد. ولدي النقطة ديالو ماشي هي 10.5، أنا ولدي النقطة ديالو أكثر من 19، وكان تحمل المسؤولية فيما أقول. وكان طالب باش هذاك النقطة هذه تسوى الوضعية ديالو قبل ما يبانو لي سي ديال لي كونكور. من جهته أكد مدير الأكاديمية الجهوية التوصل ب 22 طلبا ممثلا تم البث فيها كاملة، وتم التأكد من النقط من طرف لجنة مختصة باستثناء حالة واحدة تم تداركها وفق دفتر مساطر امتحانات البكالوريا. تم اخبار معني بالامر بان النتيجه ديال الولد ديالو هي نتيجه صحيحه، بحيث تاكد لدينا ان النقطه اللي عنده هي 10.5، وخا بالرغم من التشكيكات ديالو هو، ولكن المعاينه واعاده التدقيق اثبت بان النقطه صحيحه ولا تشبه اي عيوب. صعوبة معاينة ورقة الامتحانات من طرف العون القضائي ربطته الأكاديمية باستحالة الدخول إلى حيث توجد، أي المعتكف الذي تتم فيه عملية استنساخ مواضيع الدورة الاستدراكية.